الله ينور عليك يا باشمهندس، تسلم ايدك. حضرتك شفت الفيلا كلها، ممكن تدلنا بالاستلام ولو في اي ملاحظات يا ريت يا فندم تقول لي عليها. قوي قوي تحت امرك. قوي ايه واستلام ايه؟ لسه يا باشمهندس في حاجات كتير قوي انا لسه ما خلصتهاش. اولا عايزاك تعمل لي برجوله زي دي بس اكبر منها هنا جنب حمام السباحه. حاضر يا فندم. وجنبيها على طول بقى شجره مانجا. تحت امرك، بس المانجا دي انا ما بزرعهاش، بس انا اعملها عشان خاطر عيوني. وكمان عايزك تحط لي سخانات عند الحمام عشان اما انزل الحمام في الشتاء. شتاء ايه؟ انت ناويه تنزلي الميه في الشتاء؟ افرض هفني الشوق يعني ان انا انزل الحمام ما انزلش. هفني الشوق؟ انا هعمل لحضرتك اللي انت عايزاه، بس كده اختلافنا في الاجر، الاجر هيزيد لان حضرتك طلبت طلبات دلوقتي واول مره اسمع عنها. لا 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 لا، ما يكونش عندك فكره، اي زيادات في الاجر تحطها على سعد بيه على طول وهو هيدفع. ايه اللي سعد بيه يدفع ده؟ بقولك يا باشمهندس ما تعملش حاجه غير اللي احنا اتفقنا عليها وبس. جرائيه يا دودي، لسه في حاجات كتير قوي عايزاها. بص يا باشمهندس، عايزك بقى تحفر لي هنا تحت الارض اوضه بحمام. حمام في اوضه وتحت الارض؟ ايوه، امال ضيوفي هيلبسوا ويقلعوا مياهاتهم فين؟ انا انت ناويه تعملي الفيلا باشتراك ولا انت فاكره نادي؟ افرض عايز اعملها باشتراك ما اعملهاش؟ يا حبيبتي مش كده، عايزه تحلمي احلامي بس واحده واحده، وبعدين احنا كده هنتعب الناس معانا. جرائي يا سعد، ما هم بياخدوا تمن تعبه. طب والفلوس اللي انا بدفعها دي مش تعب برضو؟ يو يا سعد، انت على طول كده. بقولك يا باشمهندس اعمل اللي احنا اتفقنا عليه وبس، دي مجنونه. اوكي اوكي، مع السلامه. مع السلامه يا باشمهندس. رشا رشا، من فضلك بقى ابوس ايدك، كفايه طلبات. هو انا لسه طلبت حاجه؟ كل ده ولسه؟ انت اللي بخيل كده على طول وما بتحبش تدفع حاجه. ماشي يا ستي انا بخيل، بس بصراحه انت كمان مصرفه قوي. احنا باين كده من اولها ان احنا مش هننفع مع بعض. عن اذنك يا حبيبي. تعالي بس تعالي هنا، مش كده. الحقيني انت. يا شيخ ربنا يعمل بيتك. امسكيه كويس يا رشا، انا جاي. جولي تعال هنا، بقولك تعال هنا. ريلي ام سو سوري. ايه سو سوري؟ ده كلام؟ ده كلام؟ العض وجعني قوي يا سعد. هو لحق يعضك يا حبيبتي؟ الف سلام عليك يا روحي، الف سلام عليك. على فكره بقى انا مش هسكت، انا هرفع قضيه. واي حضرتك، ده كلب متربي وكمان واخد كل التطعيمات، اطمن مفيش قلق عليها. وايه اللي مفيش قلق عليها؟ هو انا مأجرها؟ دي خطيبتي، دي اهانم وهتبقى مراتي، وانا لا يمكن اسمح لكلب زي ده انه يعضها. ده كلب الماني ومن سلاله نادره. انت بتهدديني يعني؟ اللي ايه الماني؟ مش فاهم انا، على فكره انا ما بخافش ولا انا. ايه انتوا الاثنين ما تقعدوا تتخانقوا وتسيبوني؟ عموما انا كلمت الدكتور وزمانه جاي حالا، ايه رايكم تيجوا عندي في الفيلا نستناه هناك على بال ما يجي تكونوا شربتوا العصير. عصير ايه ده اللي هنشربه؟ ولا عصير؟ دي الست دي غريبه والله العظيم. يا ست احنا في بينا خصومه دلوقتي، يعني مشكلتنا دي تتحل في المحاكم بقى ان شاء الله. هو حضرتك اسمك ايه؟ انا المليونير سعد ليلي. تشرفنا. وابدا ما احنا جيران، متهيالي المشكله دي نقدر نحلها بطرق ابسط من كده بكتير، خصوصا ان احنا ما نقصدش ناذي حد. ولما تربوا وحش مفترس زي ده تبقوا قاصدين ايه؟ ده للحمايه. هو بتاع الحمايه ده بقى عض عروستي، عروستي وفرحنا كمان كام يوم. انتوا هتتجوزوا قريب؟ المفروض اننا نتجوز قريب قبل المصيبه دي ما تحصل. الف مبروك. انا نسيت اعرفكم بنفسي، انا نانسي شاكر، حرم رجل الاعمال سعيد جويش. سعيد جويش؟ سعيد جويش المليونير المعروف، رجل الاعمال المشهور؟ طبعا تعرفه. اللي اعرفه طبعا، ده اشهر من نار على العالم، وبصراحه طول عمره راجل محترم. جرى ايه؟ انت هتهبط ولا ايه؟ معلش يا حبيبتي، دول ناس محترمين وما يصحش ان احنا نغلط معاهم. وهما اللي غلطوا الاول مش احنا. معلش يا روحي، المسامح كريم. يعني الكلب يعضني وانت ما تجيبليش حقي؟ احنا تحت امرك في اي تعويض. لا لا لا، ما يصحش تعويض ايه؟ لا انا عندي الحل، والعين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. يعني ان شاء الله؟ يعني يا روحي زي ما الكلب عضك عضي.